أعلنت قوى الحرية والتغيير تعليق الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان بسبب عدد من التباينات السياسية في الرؤى والأهداف. وأوضح قادة التحالف لدى مخاطبتهم حشدا من المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، أوضح أنهم الآن في مواجهة مع المجلس، ودعا أنصاره لمواصلة التظاهر والاحتشاد أمام الميادين حتى تحقيق الحكم المدني، فيما أعلن التحالف إرجاء الإعلان عن أسماء المشاركين في المجلس السيادي المدني لمزيد من التشاور بين الأطراف كافة. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد قال يوم الجمعة إنه سيتم الإعلان يوم الأحد عن تشكيل مجلس سيادي مدني سيتولى الحكم بدلا عن المجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى أن المجلس الجديد سيطلع بالمهام السيادية في الدولة.